اهلا بيكم حلقة جديدة من نور. في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن وحي ودقة الكتاب المقدس، وقلنا انه ده هيكون مقدمة لحلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن صفات الله. صفات الله مش هنعرفها الا لما الله بنفسه يعلن لينا عنها، لان الله روح مش مادي، زي ما يوحنا بيقول في انجيله انه الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا، وده كان على لسان المسيح بنفسه. وده كمان بيتفق مع اللي قاله بولس الرسول في تيموثاوس الاولى لما قال ان ومالك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى الاله الحكيم وحده له الكرامه والمجد الى دهر الدهور امين. الله لم يراه احد من الناس قط، وبما ان الله روح فهو موجود بذاته، يعني وجوده مش بيعتمد على اي شيء ولا على اي مخلوق. الله كمان غير محدود بمكان، والله كمان سرمدي أزلي أبدي، يعني مفيش زمان بيحده، ملوش بداية وملوش نهاية. وسرمدية الله تفهمنا حاجة مهمة جدا، إن الله مستقل في وجوده عن أي كائن لأنه قبل أي كائن، وعن أي مكان لأنه قبل أي مكان. فالزمان والمكان ضمن الأشياء اللي به كانت، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. أول إصحاح في إنجيل يوحنا بيقول كده. طيب لو هنتكلم عن الصفات نقسمها إزاي؟ أولاً أي تقسيم لصفات الله ما هو إلا اجتهادات بشرية مش أكتر، فممكن نلاقي في كتب مختلفة موضوع التقسيم ده بيختلف من كتاب للتاني، لكن إحنا نحاول نبسط الموضوع ونقول إنه في صفات طبيعية وهنتكلم عنها في حلقة النهاردة، وفي صفات أدبية وهنتكلم عنها في الحلقات الجاية. أول صفة من الصفات الطبيعية إن الله كلي العلم والمعرفة. زي ما قلنا إن الله غير محدود، فبالتالي معرفته وعلمه كمان غير محدودين، وده بيظهر في إنه بيعرف كل شيء معرفة تامة من الأزل وإلى الأبد، حتى المستقبل معلوم لديه. يعني كل حاجة موجودة قدام الله في صفحة واضحة من البداية للنهاية. الله بيقول لشعب إسرائيل عن نفسه: هكذا قلتم يا بيت إسرائيل وما يخطر في بالكم قد علمته. حتى اللي في البال، حتى اللي بفكر فيه، حتى أفكاري وخواطري هو عارفها. وفي رسالة العبرانيين بيقول: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. مزمور 139 مثال حقيقي وحي على معرفة الله لكامل كيان الإنسان، ودي حاجة تطمننا ما تقلقناش. داود النبي بيقول كده: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، كل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. فالله عارف المستقبل زي ما قلنا. ومن الأمور اللي احنا لازم ننتبه ليها في اللي يخص معرفة الله إنها مش مجرد معرفة نظرية للأمور، بل معرفة عملية برضو. يعني إيه؟ يعني الله بحكمة أسس الأرض. الكتاب بيقول في سفر الأمثال: الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الأرض من غناك. وبولس بيعبر عن دهشته وإعجابه بده لما بيقول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب، أو من صار له مشيرا، أو من سبق فأعطاه فيكافئ. ده يطمننا جدا، لأن مين هيكون مشير للرب؟ أو مين يعرف فكر الرب؟ الله مش في حاجة ولا ليك ولا ليا ولا لأي مخلوق. الرب بيعرف أفكار قلوبنا، بيعرف خواطرنا، ومع ذلك هو بيسمو فوق أي قدرة عندنا إن احنا نعرف فكره أو نعرف اللي جواه، لأنه كلية العلم وكلية المعرفة. طيب إيه التطبيق العملي اللي أنا وإنت نستفاده لما نعرف إن الله كلية العلم والمعرفة؟ ده يخلينا نطمن، ما خافش من المستقبل، لأن بكرة في إيده. بكرة الله موجود هناك ومستنيني ومستنيك. ما قلقش، ما فكرش كتير، ما اشغلش بالي بأمور لو حطيتها في إيده هكون مطمن. الله بيرشد ويقود حياتي وحياتك لما هو أفضل من اللي أنا بفكر فيه. ليه؟
لأنه عارف اللي جاي، لأنه كلية العلم وكلية المعرفة. نشوفكم في حلقة جديدة من نور.